اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل يوم سبت بيكون معانا ضيف بنتعلم ونستفيد من خبره من خبراته، والنهارده صراحه معانا ضيف جاي يكلمنا عن اهم حاجه موجوده في البيت. ده بالنسبه لي طبعا الشيء اللي النهارده موجود دوت اهم حاجه موجوده في المنزل، المطبخ. طبعا ست البيت بتبقى موجوده ال 24 ساعه في المطبخ، فلازم المطبخ بيكون يلائم بتحب الشيء دوت، عايزه ستايل فيه معين، فلازم الشيء دوت يكون بتحبه، لان هي المكان ده الوحيد اللي ممكن تقف فيه معظم الوقت. المطابخ انواع وستايلات وكل حاجه، بس النهارده البيج بتاعنا هيتكلم عن تصميمات مختلفه خالص عن المطابخ وباقل اسعار. معانا ومعاكم استاذ محمد موفق صاحب بيج الدمشقي للمطابخ والاساس المنزلي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا في اسرار الحياه. الله يخليك يا رب. اهلا استاذ محمد، عايزين تعرف حضرتك الساده المشاهدين اكتر وتعرف شغل حضرتك. استاذ محمد موفق صاحب بيج الدمشقي للمطابخ والاساس المنزلي. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه طبعا يا فندم احنا عايزين نعرف الفكره جات لك ازاي ان انت تشتغل في المطابخ. هي صنعه متوارثه عن والدي ومن صغري كده، وتابعنا فيها ونجحنا فيها والحمد لله. تمام. اول حاجه عملتها يا استاذ محمد عشان تشد انتباه الناس تقول لك اشتغل في المجال ده جامد كانت ايه؟ اول حاجه كانت شغلنا كان في الاساس في الاول، بعدين اتجهنا للمطابخ، فكان في اوض النوم. تمام. كنا بنصنع في اوض النوم الاول. في اوض النوم، بعدين طورنا الشغل اتجهنا للمطابخ. طبعا كل ست يا استاذه هند وليها نظامها وليها دماغها بمعنى اصح. ازاي بتقدر تعرف التصميم اللي الستات عاوزاه؟ لازم نروح للست ونعمل معاينه للمطبخ، نستغل المساحات والتفاصيل اللي نقدر عليها نخدم فيها المطبخ، واهم حاجه الديزاين يبقى بشكل مرتب بشكل وكويس. منسق واللون يعجبها، لان انا من ضمن الكلام بتاعي قلت ان المكان الوحيد اللي الست او ربه المنزل بتقف بيه المطبخ، هو فلازم يكون بيحبها المطبخ. يعني لازم يكون المنظر بتحبه بالزبط. بس برضو انا عايزه اعرف مين اول حد عجبه الشغل بتاعك وقررت ان انت بقى تمشي على النهج بتاعه؟ هو والدي كان معجب بالشغل، هو اللي شجعني استمرنا في الشغل الحمد لله، والعملاء والزبائن كانت بتمدح في شغلنا كتير وتابعنا ونجحنا الحمد لله. بس مش غريب يا استاذه ايه ان هو الاول كان في اوض النوم وبعد كده المطابخ ده ايه؟ اتجه للمطابخ. هي هنواكب الشغل والتطور في الشغل. يعني كل وقت وليه المتطلبات بتاعته. بالظبط كده، فالمطبخ النهارده يعد من اساس البيت. اكيد ده اساسي. حاجه ضروريه جدا يعني. واكيد هو الست المصريه بتختار المطبخ يكون بشياكه عشان تقعد براحه، يبقى في راحه نفسيه. هند على طول. يعني احنا معظم الوقت بنقف فيه، فلازم نحس براحه. يعني المطبخ لو مش عاجبني مش هقف فيه. ويكون يعني الحاجات كل حاجه في مكانها، زي البوتاجاز، الثلاجه، الميكروويف، يبقى ديزاينه مناسب للاستخدام مع الست. انت بتعمل المطبخ حضرتك وكل حاجه بيبقى ليها مكانها، الثلاجه، الغساله، الميكروويف، بس كل حاجه برضو ليها المساحه بتاعتها. يعني فهمنا بقى ازاي تعمل كده حضرتك. بنروح نرفع المقاسات وبيبقى في اخصائي تصميم، مهندس تصميم بيصمم الشغل ده، مهندس معاك وبيظبط. مش حضرتك بتروح تاخد المقاسات وتعمل الحاجه ده كله، لا بيبقى فيها. بص، هو الشغل بالترتيب، حد بيرفع المقاسات بيروح للتصميم، بنشوف افكار العميلة عايزه ايه بالظبط وبننفذ على التصميم وبعدين على ارض الواقع. بس شغل زي ده صعب قوي، وتنفذه في خلال وقت، يعني الناس بتحتاج الوقت السريع ان انت تنفذ فيه المطبخ. انا عاوز المطبخ يعني يتعمل كله بسرعه، هو فازاي بتعمل كل ده بالسرعه؟ كادر العمل هيبقى معاك، كادر عمل زي ما يعني حضرتك معاك فريق عمل مش لوحدك. لا، فريق عمل، كادر عمل كبير. تمام. بس احنا برضو عايز اقول لحضرتك، يعني انا دلوقتي من ضمن كلامك بتقول لنا بيبقى الثلاجه ليها مكان والميكروويف ليه مكان والغساله وكل حاجه، بس احنا دلوقتي المطابخ بتاعتنا بقت صغيره، يعني معظم اللي طالع دلوقتي المطابخ بقت صغيره. هل المطبخ يقدر، المطبخ الصغير ممكن تصمم له مطبخ بحيث ان هو يشيل كل الاساس ده؟ لازم حضرتك اصمم له عشان ده النجاح في الشغل ده. ما انا بقى بقول بقى ده اللي بيفرق الخبره من عدم كده. الخبره بالظبط كده، لازم التصميم يطلع. لكن لوحده مطبخ صغير او كبير او اي حاجه، لازم في الاخر اخدم
الست اللي هتتواجد في المطبخ تمام. في الحاجات بتاعتها وفي الاجهزه اللي كلها تقعد في المطبخ. بيكون في تصميم وهي بتختار التصميم منه ولا فكره بتجيلها ازاي؟ او ممكن ناخد افكار من العميله تمام وننفذ الافكار اللي هي بتختارها. يعني ممكن نطرح عليها يعني التصميم موجود عند حضرتك فانت بتنفذه زي ما هو؟ لا، ممكن نطرح عليها تصاميم وممكن هي اي فكره عايزاها ندخلها في التصميم بتاعها. تمام، يعني متاح كل حاجه. يعني التصميمات بتختلف من شكل لاخر. انت لما طبعا بتروح للعميل بتاعك بيبقى معاك زي مثلا كتالوج كده بتوريه ده شكل مطبخ وده شكل مطبخ، هو يختار بالظبط كده. يعني مش افكار من دماغ، لا، يعني كل حاجه على ارض الواقع زي ما بيقولوا. على ارض الواقع، والتصميمات دي بنوري العميل اكتر من تصميم. يختار التصميم اللي هيعجبه وننفذ عليه. طيب، من ضمن بقى التصميمات اللي احترت فيها، يعني موقف كده حصل لك والعميل قال لك لا انا مش عاجبني التصميمات ده، انا عايزك انت تعمل لي حاجه على ذوقك، حصل حاجه مختلفه؟ حصل. يعني حصل. انا عاوز حاجه مختلفه غير اللي انت عملتها. عملت ايه بقى؟ كلمنا. نرجع للمهندس التصميم ونعدل لغايه ما نوصل للحاجه اللي هو يرتاح ليها العميل، يعني يطلب يقول لك دي هي دي اللي انا عايزه. بس ده بيحتاج وقت ومجهود، يعني غير انك في تصميم هتعمله زي ما هو. هي اي شغل في الدنيا او اي نجاح لازم الانسان يتعب ويجتهد عشان يوصل للنجاح اللي هو فيه. اكيد اكيد. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا اتسالنا عليها لما اعلنا ان حضرتك جاي، قالوا لنا احنا المطابخ اللي طالعه دلوقتي انواع واشكال وخامات وماتيريال، ومن ضمن كمان الكلام ان في غش كتير دخل في المنطقه دي بالذات. هي كل حاجه ليها غش، يعني احنا عايزين نعرف ازاي يعرف العميل يعرف ازاي الجوده والخامات من الخامات الفيك. بس هي الفكره في الاول الامان بالنسبه للصنايعي اللي هيجي يتفق مع العميل، ان يكون شغله يعني اتفاق زي اللي هيسلمه. العميل بيكون سائل وعارف الخامات الكويسه والخامات الرديئه، بس هو مش صنايعي عشان يعرفها. يعرفها في طبعًا الاسم بس هيتغش فيها فعلا. بالظبط. فاهم حاجه يكون في امان للصنايعي. بس في مداخله. اتفضل. الو الو، استاذ عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. معانا النهارده استاذ محمد موافق صاحب مطابخ الدمشق، كلمنا بقى عن الخامات والماتيريال. والله انا اتعاملت مع استاذ محمد مره، يعني كان جاي من طرف حد يعني معرفه وقال لي على ان هو راجل يعني محترم جدا، بيعمل خامات نظيفه واهم حاجه الالتزام في الوقت والمواعيد. تمام. اكيد هو اهم حاجه الوقت هو... طبعا. نعم، بقولك اكيد اهم حاجه الوقت طبعا. هو بصراحه يعني عرف يتحكم في كل العوامل دي كلها مع بعضيها، يعني طلع انتاج كويس ووقت كويس في نفس الوقت الخامات اللي انا بطلبها. هي الخبره هنا بقى هي اللي بتتكلم يا استاذ عبد الله، ان ازاي اطلع حاجه كويسه للعميل قدامي. بالظبط بالظبط. تمام يا فندم. تمام. الخبره في اي مجال هي بتتكلم عن صاحبها، يعني لولا ان حضرتك مثلا صيتك سمع او كده، لولا ان احنا لقينا تفاعل كبير قوي على البيج، ما كنتش متوقع ان اللي هيجي معايا سنه صغير وخبرته كبيره كده. الحمد لله الحمد لله. برضو كلمنا عن المشاكل اللي واجهتك في المجال ده، اكيد في مشاكل كتيره وكده. طبعا لازم اي نجاح يبقى في اوله في مشاكل. المشاكل كانت في بدايات بتكون يعني التعب، الاجتهاد، المثابره، الشغل الدائم عشان نوصل لمرحله النجاح اللي احنا فيها دي. احنا معانا الشغل اهو، حضرتك ممكن تعقب عليه على الشاشه. مش ده مطبخ متشطب بتسلم يعني للعميل. انا شايفه المساحه كبيره اصلا، يعني انا مش كل المطابخ ما شاء الله. لا، مش كل المطابخ صغيره. لا، فبالتالي تقدر تصمم التصميم ده نفسه في مطبخ صغير. استخدم الاجهزه اللي هتركب في ديزاين للمطبخ الصغير. كل حاجه وليها الديزاين بتاعها. بالظبط كده. بالظبط كده. مطبخ زي ده يا استاذ محمد بياخد منك وقت قد ايه؟ احنا لما بنيجي نتعاقد مع العميل بيبقى من تاريخ التعاقد لتاريخ التسليم من 20 ل 25 يوم بالظبط. 20 يوم؟ هتقدر تصمم فيه بالمنظر دوت مطبخ بحاله في 20 يوم؟ طبعا، انا بقول لك معايا كادر. بس بالمنظر ده يعني بسم الله ما شاء الله، يعني يعني بياخد اكيد وقت ومجهود وتعب، وفي 20 يوم يعني بسم الله ما شاء الله عليكم.
لا انا اللي ملاحظه ان كل حاجه ليها مكان، يعني انت بحيث ان هي تقف فيه وحواليها كل حاجه. لازم لازم اللي يعمل المطبخ يبقى فاهم تفاصيل الست هتستخدم الحاجه دي ازاي، ولا هتستفاد بالحاجه دي ازاي. ده ممكن نحط مثلا الحاجه دي مكانها غلط، فده هيبوظ الديزاين بتاع المطبخ. طبعا كلمنا بقى عن الاكسسوارات اللي حضرتك بتستخدمها في المطابخ. طبعا الاكسسوارات دي فيها خم ياما وغش ياما. انا من الناس اللي جربتها اصلا. الماتيريال بنختار افضل افضل خامات في السوق واعلاها. تمام. حضرتك بتنزل وتختار الماتيريال وكل حاجه، تنزل تختار الخامات؟ طبعا طبعا. اللي يعني الاكسسوارات بتاعت المطبخ، وطبعا الاكسسوارات دي بتبقى الوان، بتبقى بتنزل تختار اللون اللي يناسب المطبخ. اللون اللي بيختاره العميل. اللون بيكون من اختيار العميل، فاحنا بنروح بنجيب اللون اللي مختاره، والاكسسوارات بنجيبها اعلى جوده واعلى ماتيريال في السوق. استاذ محمد بتشتغل في كل محافظه؟ اكيد محافظه بتفرق في الوقت والاسعار. مش قوي كده، في الوقت هو نفس التعاقد اللي متعامل معاه في اي محافظه. اي محافظه 25 بالظبط. 25 يوم انا معتقد صح؟ بالظبط، من 20 ل 25. اكيد في شركات شحن مع حضرتك عشان تسهل لك المهمه دي. طبعا انت عارف من اهم الشغل شركات الشحن. بالظبط. لازم يكون شركه شحن موثوق فيها عشان تقدر توصل للعميل الحاجه بتاعتك في الميعاد المظبوط. الحمد لله متعاملين مع اكتر من شركه، وده اللي نجحنا على مستوى الجمهوريه. تمام. وبرده شغلهم في جميع المحافظات حاجه حلوه مش وحشه. اكيد طبعا بيزيد من شغلكم. بالظبط. بس محمد المجال كان هوايه مش مجال، مش دراسه يعني، ما درستوش؟ والله المجال انا متورثه عن والدي، فتعد صنعه من ابا عن جد يعني. يعني وراثه مش مش دراسه، ما درستهاش خالص. لا صنعه. امتى يعني برضو انا عايز اعرف امتى حسيت حضرتك ان انت هتدي المجال ده حقه؟ يعني من سن كام كده وانت عندك ميول اللي انت بقى تشتغل في المجال ده؟ والله من عندي سن 15 سنه وانا مع والدي شغال في المجال ده. 15 سنة. الحمد لله. فانت طبعا اكتسبت الخبرة والخبرة والخبرة، خصوصا ان الوالد اساس المهنة. هي المثابرة والشغل والاجتهاد في العمل اللي يوصلك للنجاح. اكيد طبعا. حضرتك قاعد بقالك فترة في مصر، تمام كده؟ بس اللي عملته بامانة يعني دي شهادة، يعني انا شفت الحاجة اللي عملته في الفترة ديت اكتر من اي حد عمله. الحمد لله. ده توفيق من ربنا. يعني البيج والريفيوهات اللي موجودة خلتنا عايزين نعرف مين صاحب البيج ده. اشمعنا البيج ده اللي عليه ريفيوهات وعليه تفاعل؟ يعني احنا الصور ما شاء الله عليها حلوه. أكيد. احنا برضه عايزين نضمن، يعني ازاي اضمن للعميل ان نفس الصوره اللي انا شايفاها ونفس المطبخ هيوصل لي هو، او بمعنى يعني في ناس بتخاف جدا من الموضوع ده. هي في بدايه الموضوع من نعمل التصميم والديزاينر للعميل. تمام. ان انت هتستلم في المطبخ زي كده بتصميم 3D. تمام. تاني حاجة أنا في وسط الشغل لما بتعاقد معاه برن على العميل، ومن حقه يجي يبص على الشغل عندي في الورشة أو في المعرض، المطبخ هو بتاعه، ولو في أي تعديل، لو في أي خامات في حاجة مش عارفة يغيرها براحته. مش اللي هي طالبها، مش لازم اللي هو طالبه بمعنى أصح. بالظبط. لا ممكن أغير لك. العميل لما بيجي لي بيطمن وبيشوف شغله على أرض الواقع قبل ما يستلم، قبل ما يبقى عنده في الشقة. طيب برضو في برضو من ضمن الاسئله، ايه اللي بيختلف للعميل من تصميم لاخر في السعر؟ يعني انا دلوقتي جبت مطبخ، ما احنا بنتكلم على المطابق برضو اللي هي الصغيره. اكيد يعني انا مطبخي صغير مش هيتكلف زي المطبخ الكبير. طبعا. فالاسعار بتختلف والاشكال بتختلف. طبعا بالظبط. هي المطابخ اسعارها دي في المتر حضرتك. بالمتر. يعني المطبخ ممكن نعمل له مقايسه بالتكلفه، نقول للعميل ده مثلا 10 متر هيتكلف قد كده، مطبخ كبير هيطلع 15 20 متر، فمش هيبقى المطبخ الصغير زي الكبير. اكيد طبعا بيختلف. طيب احنا بس معانا مكالمه استاذ محمد. الو. الو. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. نورتنا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. معاك الاستاذه ايه. ازي حضرتك يا فندم؟ تمام الحمد لله. كلمنا بس عن شغل استاذ محمد. اكيد جربت. لا شغل استاذ محمد الله ينور بصراحه، يعني جربت يعني مفيش كلمه. ايه
جربت انك تعمل مطبخ من شغل وكده؟ اه ده الله اكبر عليه، يعني كفايه المواعيد والالتزام، يعني يقول لي يوم كده يبقى الحاجه خلصانه، حاجه فعلا خلصانه، وبالخامات اللي انا بختارها والحاجه اللي انا بشوفها يعني. يعني نفس الديزاين اللي حضرتك شفته هو نفس اللي عمله؟ هو بيجي ياخد المقاسات وبيعمل لي الديزاين بتاعي، يعني بيعرض لي كذا ديزاين، مش ديزاين واحد ما هو مخصص ليه، لا ديزاينات كتير لحد ما بختار الديزاين، حتى لو هو مش مناسب عندي لا بيوفقه لي وبيعمل لي المقاسات مظبوطه، وبتبقى الدنيا 10 على 10 يعني الصراحه. تمام يا استاذ، تشرفنا بحضرتك وبنشكر حضرتك على المداخله الجميله دي. طبعا المداخلات النهارده بقى معانا استاذ محمد حضرتك، والمداخلات كلها عماله تتصل علشان يقدموا لك يعني الشكر والاحترام على الشغل الجميل ده. ده توفيق من ربنا الحمد لله. نرجع للمساحات والمطابخ، انت حضرتك كنت بتقول قبل الاتصال المساحه بتختلف. اه طبعا. ازاي بقى؟ المساحه بتختلف من مطبخ صغير لمطبخ كبير في المتر، في المتر، في الاسعار، في كل الشغل، في كل حاجه بمعنى اصح. اه بالظبط كده. تمام. يعني انا دلوقتي عندي المطبخ بتاعي الصغير مش هيكلفني طبعا زي المطبخ الكبير. لا لا، بس طبعا في ربات بيوت يا استاذه ايه، في اللي عنده مطبخ كبير بس عاوز برضه اسعارته كلها خفيفه، وعايز كمان يتحط فيه كل حاجه. انتوا ازاي بتعملوا حاجه زي كده؟ يعني انا مش متخيله مطبخ مثلا صغير هتحط فيه غساله وثلاجه وبوتاجاز وميكرويف، ممكن لازم يتعمل فيه لازم كل الحاجات دي؟ لازم يتعمل الكلام ده عشان معانا مهندسين مختصين في التصميم والديزاينر، لازم يخدموا العميل، يبقى يعني مش ممكن اقول للعميل حط ثلاجه بره المطبخ. ما الفكره انا مطبخي صغير فبالتالي كل واحد على حسب مساحته، فبتلاقي يعني في مكان ان انت تنظم كل ده، كل حاجه في وقتها. هي المطابخ بتتيح ان انا مثلا ادخل البوتاجاز جنبي الغساله، نعمل واحده مثلا للفرن للميكروويف. تمام. فكل ده هيتقسم في الديزاينر. يعني بتقسموا كل حاجه على حسب الديزاين. بالظبط كده. طبعا انت اكيد حضرتك بتشرف على الشغل بتاعك، يعني طبعاً اكيد بتقف على ايد العملاء او الفريق بتاعك عشان تشوف الشغل بتاعك هيعمل طبعا ايه. من اول ما كده يا استاذ هند، هو بيقول لك هو فريق كامل مش لوحده بمعنى اصح، فكل واحد ودماغه وشغله. طبعا انا بشرف على الشغل من اول ما بنرفع مقايسه للعميل لغايه ما اسلمه. تمام. وبندي ضمان بعد التسليم 5 سنين لو في اي حاجه في المطبخ. من ضمن برضو عيوب المطبخ التأشير، والتأشير تحس ان انت بعد ما تجيب المطبخ وتنظمه كل حاجة بمرور الوقت مياه ده تلاقيه قشر. دي الخامة الرديئة. دي الخامات الرديئة. كلمنا بقى عنها. الخامات الرديئة يعني ما تكملش سنة وتعمل الكلام ده. الماتيريال العالي في الخامات العاليه والجوده بتاعتها بتيجي معالجه للرطوبه والحراره والتقشير اللي بتتكلم عنه. طب ازاي انا افرق ما بين يعني الماتيريال ما بين بعض؟ اكيد الناس بتغش برضو، مش كله عنده خبره. هو في غش بس العميل زي ما قلت لك هيتفق مع الشركه او مع الصنايعي اللي بيركب له، اهم حاجه يبقى متفق مع حد صح، عنده امان، عنده مراعي ربنا في الخامات. المشكله ان الناس اصلا بتفرح، يعني الناس ما عندهاش خبره اصلا بالخامات والماتيريال، فبتفرح جدا بالشكل، تقول لك ده جميل ورائع والفينش بتاعه، هم يعني مش فاهمين، هم بياخدوا المنظر وبيحطوه، لكن على مدار الشهور، مش هقول على مدار السنين، بيكتشف ان اللي عمل المطبخ ده غشهم، او بمعنى اصح ما كانش ليه مصداقيه. انت بقى مختلف عن ايه عن الناس دي كلها؟ بتعمل ايه عشان خلاك مميز، خلاك تيجي هنا واصرنا ان احنا حضرتك تيجي معانا؟ ده شرف ليه. العميل بعرفه بالخامات والماتيريال والجوده العاليه من اول ما بخش عنده، وبوريه عينات، وزي ما قلت لك في وسط الشغل بجيبه بوريه الخامات اللي وريتها له وتعاقدت معاه عليها زيها اللي هتركب عنده في البيت. حضرتك بتشتغل في كل الخامات ولا الخامه الجوده العاليه؟ الجوده العاليه. مش تشتغلش في التانية؟ لا ما اشتغلش فيها. تمام. برضو عايزه اعرف من حضرتك نصيحه ممكن تقدمها لاي شاب عايز يخش مجال المطابخ، يعمل ايه؟ انت يعني انت جيت خلاص، انا عايز عندك هدف معين اللي انا همارس مهنتي، همارس اللي انا عايزاه، لكن في ناس تانية تبقى مشتته،
طب خلاص انا اتفرجت النهارده على الحلقه بتاعت استاذ محمد صاحب محلات الدمشقي، عايز ابقى زيه، بتقدم له ايه النصيحه؟ والله اهم حاجه المصداقيه في العمل، والفينش يبقى عالي عنده عشان يستمر في النجاح، ويبقى مثابر في الشغل بتاعه، ما يوقفش تمام. يعني ويتابع في شغله، ان شاء الله يوصل للنجاح. ونصيحتك للعميل ايه؟ يعني نصيحتي للعميل يختار الشركه الصح والشركه اللي هي ان شاء الله هتنفذ له الشغل العالي. يختار الشركه الصح بمعنى اصح. بالظبط كده. والماتيريال اللي يبقى زي اللي اختاره زي اللي وصله للبيت. تمام. في حاجه بقى بتقدمها للشباب والعرايس وكده، يعني زي مثلا ايه؟ مفاجاه. هدية بمعنى اصح لكل شاب لسه مبتدئ وعايز يعمل مطبخ. في حاجات انت عندنا عندنا عروض للعرايس وللشباب اللي مقبلين على الزواج. بالنسبه للمطابخ في تنزيلات عندنا بنسبه 15% للمطبخ. العروض مفتوحه ولا وقت معين وفتره محدوده؟ والله شبه مفتوحه تقريبا ان شاء الله. ان شاء الله. طب ايه بقى يعني خطتك الجايه ان شاء الله؟ يعني ناوي تعمل ايه؟ كبر مشروعك ازاي؟ هنكبر ان شاء الله، يعني ان شاء الله هيبقى لنا مصانع هنا ونوسع شغلنا ونغطي اوسع من جمهوريه مصر ان شاء الله. ان شاء الله. انا عاوز اعرف انت عملت ازاي يعني دراسه الجدوى؟ صعب عليك في البدايه برضه؟ والله هو صعب، بس احنا طالعين في المهنه دي من اولها، يعني انا وارثها من ابويا وجدي، فبالتالي سهل. مش علي. لا هو جاي عارف هو هيعمل ايه، فانت مش خايف. بالظبط. انا اشتغلت فيها ونجحت بيها، فهنجح فيها في اي حته. يعني في أرضية. انا حاسه بالثقه اللي انت فيها، ان انت قاعد بسم الله ما شاء الله عمالين نزنقك في الاسئله، وبرده الثقه باينه. فطبعا يعني الحمد لله ان احنا طبعا اسرار الحياه، ان احنا شيء شرفنا ان حضرتك تكون معانا النهارده. المجال والخبره طبعا بيتكلم، والناس طبعا اكيد شايفه مدى الثقه اللي حضرتك فيها. بشكرك، وان شاء الله تكون حلقه موفقه بيك ومزيد من النجاح والتالق. ان شاء الله. شكرا جزيلا. التواصل بس على السريع كده مع حضرتك ازاي؟ على البيدج وفي الارقام التليفونات اللي عليك. هي ظاهره دلوقتي التواصل مع حضرتك. الشاشه حاليا. بشكر حضرتك ونورتنا والله. الله يخليك. ان شاء الله مزيد من النجاح والتفوق. الله يخليك. اسمح لي اوجه شكر طبعاً. للشعب المصري والجمهوريه المصريه. على راسنا. الله يخليك. على راسنا يا فندم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اكيد يا فندم اكيد، وانتم شرفتونا، وبجد انتم من فعلا من الناس اللي هي بتحب الشغل. الناس لما انتوا نزلتوا عندنا هنا بداتوا تشتغلوا، فتحت لنا اصلا افكار جديده ما كناش عارفينها. الحمد لله. احنا اللي بنشكركم ودايما متجمعين مع بعض. الله يخليك. الله يخليك يا فندم. اشكرك. الله يخليك. وكده طبعا وصلنا لنهايه فكرتنا، انتظرونا في الفكره الثانيه. واكيد البيت مش مجرد مطبخ وبس، البيت ديكور وجمال. انتظرونا في الفكره